السلام عليكم. من خلال هذا الفيديو سأطلعكم على علامة ومؤشر به ستتعرف بأن إحدى أشجارك أو بعضها على الأقل مرشح للإصابة بمرض تعفن الجذور. مؤشر بسيط، فقط عليك أن تتعرف عليه ولن تحتاج بعدها لا إلى تحاليل مخبرية للتربة ولا إلى مهندس زراعي ليشخص لك الحالة. إذن سأصطحبكم إلى معاينة بعض أشجار عندي هنا في الأكياس البلاستيكية لنتفحصها واحدة تلو الأخرى ونستنتج بعض الملاحظات المهمة في هذا الشأن. عموماً تربة هذه الشجيرات أخذناها من كومة واحدة ومن خلطة واحدة، زرعنا فيها هذه الشتلات في نفس اليوم ورويناها في نفس اليوم، وبقينا نرويها وفقا لبرنامج موحد ونسمد وفقا لبرنامج موحد، إلا أننا اكتشفنا أن بعض هذه الأشجار هي استثناءات قليلة، منها مرشحة ومؤهلة للإصابة بمرض تعفن الجذور، فكيف ميزناها عن غيرها؟ وهذا هو صلب موضوع هذا الفيديو. ثم ما هي الإجراءات الاستباقية التي يتوجب علينا اتخاذها قبل فوات الأوان؟ استنتاجنا هو أن التربة في الحالة الأولى التي تشاهدون تربة جافة تماما، لاحظوا معي التربة جافة على السطح، والحالة الثانية التربة مبللة، لاحظ لا يزال بها بعض التماسك ولونها يختلف عن التربة في الحالة الأولى، رغم أن عملية السقي كانت في نفس التوقيت. الخلاصة التي أردنا الوصول إليها اتضحت إذن وهي كالتالي: التربة التي ظلت جافة تمثل حالة جيدة وشجرة سليمة من كل المخاطر. لماذا؟ لأنها تستهلك كل المياه، مياه الري، بشكل جيد. والحالة الثانية حالة سلبية ومرشحة للمرض، مرض تعفن الجذور، لأنها لا تستهلك كل مياه الري بشكل جيد، مما سيؤدي بها إلى عفن الجذور. الأسباب صراحة غير واضحة، لأن جل الشجيرات خضعت لنفس الخدمة، لكن علينا اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من المشكل. وكيف يمكن ذلك؟ قبل ذلك ندعوكم إلى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذه الفائدة مع الغير، ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله. نحتاج إذن استعمال مبيد فطري. المبيدات الفطرية تختلف، ولكن أمامكم الآن ترون كبريتات النحاس، وهو من أجود أنواع المبيدات الفطرية المجربة. هنا وضعت ملعقة من مسحوق كبريتات النحاس في لتر من الماء وأستهلك منه مرة. الآن سأخفف هذا المحتوى الذي ذكرت بوضع كوب الذي ترون أمامكم في وعاء به 4 لترات من الماء. يمكنك أن تستعمل أي مبيد فطري متوفر لديك، والمبيدات الفطرية كلها جيدة، إلا أنني تأكدت من جودة كبريتات النحاس. إذن سأقوم في هذه الحالة بري الأشجار التي لاحظت أنها احتفظت بالبلل بهذا التركيز الذي ذكرت. من ضمنها هذه الشجرة التي ترون، سأرويها بهذا التركيز، ثم سأنتقل لأتفحص جميع الأشجار لأرويها بنفس التركيز، وبعدها الأشجار التي لاحظت بأنها جيدة تربتها يعني جافة بشكل جيد سأضيف
كمية أخرى من الماء، يعني سأضيف سأخفف هذا المحلول الذي وضعت في البداية للأشجار المصابة، سأخفف ثم أروي ريا استباقية أو ريا وقائية لو شئتم، وأعممها على سائر الأشجار. إخواني أخواتي، كل من لديه سؤال أو استفسار في شؤون الزراعة المنزلية وزراعة الأسطح والبلكونات والحدائق فليتفضل به، ونحن رهن إشارتكم دوما بعون الله. ترقبوا موضوعا جديدا آخر قريبا. قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع تحييكم.